كابتن احمد كامل ومدير اداري كابتن خالد عبد الفتاح والطبيبه دكتوره فاطمه جمال. يحكم لقاء اليوم الكابتن محمد سعيد زايد والكابتن عبد العليم السيسي، وعلى الطاوله رويده زيات، محمد اسامه، عبد الرحمن جاد الرب، حبيبه هيثم. لحظات وهنبدا اللقاء. اللقاء الاول انتهى في الاسكندريه بفوز الاهلي 159 للاتحاد الاسكندري. لاعبات بتقرا الفاتحه قبل بدايه المباراه، ونزل لاعبات الاتحاد الاسكندري، مريم حسام وفاطمه ومريم احمد وهنا العبسي وفريده محمد. اما الاهلي ميرال، اشرف، ثريا، بيكو، رنيم، وتمارا نادر السيد. يبقى كده الخماسي اللي هيبدا المباراه بين الاهلي والاتحاد السكندري. بسم الله وعلى بركه الله، ونبدا كره القفز، والكره لصالح الاتحاد السكندري. يبقى الحيازه اللي جايه هتكون لصالح النادي الاهلي. هنا العبسي تلعبها لمريم احمد، مريم لمريم حسام، بتعكس الملعب وتصويبه في سن الحلقه، تلم الكره بيكو وداخله بيكو على الباسكت، تسقطها الرنيم، واول نقطتين للنادي الاهلي تحرزهم رنيم. هنا العبسي تتقطع الكوره، تاخدها تاني فاطمه لهنا العبسي، وتصويبه ثلاثيه لهنا العبسي، ثلاثة الاتحاد، اثنين الاهلي. وكرة مع بيكو لرنيم، وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة على طول للاتحاد السكندري. فريدة محمد لمريم لفريدة، وتصويبة من فريدة في سن الحلقة خارج الملعب اوتسايد. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. هتلعب من الحد الجانبي، كرة مع بيكو، سقطها لثريا على الرميه الحره لبيكو تاني، وخطا الشخصي لصالح بيكو هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. في حضراتكم بيكو كانت داخله اهي وبتعكس نفسها عشان تصاب، ولكن خطا الشخصي على فريده محمد. تمارا لمرال، وتصويبه ثلاثيه، ثلاثيه مرال اشرف، اول ثلاثيه للاهلي 5-3. كره مع مريم، مريم لهنا، تعكس الملعب لفريده، لهنا ثاني لفريده، وفريده داخله على الباسكت، تقف على كورتها وترجع تلعبها لمريم تحت الباسكت، والزون مفتوح، وبتسجل مريم احمد نقطتين ترفع النتيجه 5-5. بيكو بتعدي، بيكو تلعبها لتمارا، وبتجرب حظها تمارا، وتصويبه بعيد عن الحلقه، تروح الكره على طول للاتحاد الاسكندري. مريم احمد على خط الرميه الحره لمريم حسام، وتصويبه من فريده ما تنجحش التسجيل، يلم الكره على طول لعبات الاهلي، ثريا لرنيم بتحاول، ولكن تروح للاتحاد الاسكندري، وطويله خارج الملعب اوت سايد. الكره مع بيكو تلعبها لتمارا، لبيكو تاني لثريا، وهتجرب ثريا، وتصويبه ثلاثيه، ثريا ثلاثية، ملكة الثلاثيات ثريا، ترفع النتيجة 8 الأهلي 5 الاتحاد. والكرة مع الاتحاد السكندري، مريم لفاطمة، وتصويبة من هنا ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لمرال، بتعدي مرال والناحية التانية، وثريا، وتصويبة ثلاثية، ثريا ثلاثية، الثلاثية الثانية لثريا 11-5.
ملكه الثلاثيات ما شاء الله عليها ثريا. وكره مع الاتحاد السكندري. مريم لفاطمه وتصويبه عكسيه ما تنجحش في التسجيل، تلمها رنيم، ورنيم بتحاول تعدي وتخترق وتصوب وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. تصوب الرميه الحره الاولى رنيم بتنجح في التسجيل 12-5. وبتنجح تسجيل رمي الكرة الثانية 13-5. هنا العبسي تلعبها ناحية الشمال لفريدة. فريدة عايزة تعدي، قافلة عليها ثريا بتصوب قصيرة عايزة تسقط لفاطمة، ولكن تتقطع الكرة وتروح للأهلي وهجمة مرتدة على طول. وفي الباسكت تمارا نادر السيد بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 15-5. مريم سقطها لفاطمه، طلع الكره بره تاني ناحيه الشمال لفريده، لفاطمه تاني وتلف فاطمه وقفل عليها رنيم. رنيم بتقول انا رافعه ايدي عملت ايه؟ هي رؤيه الحكم وزاويه الحكم يا رنيم، هنشوف كده مع بعض. هتصوب الرميه الحره الاولى ما تنجحش في التسجيل. وبتنجح تسجيل رمية الحرة الثانية فاطمة محمد. بيكو لرنيم، لبيكو رنيم تاني تلعبها لثريا. ثريا لبيكو، داخلة بيكو وعايزة تسقط، بتجمع كده المدافعين حواليها أو المدافعات حواليها وتلعب الكرة بره عشان تفضي الملعب لزميلتها انها تقدر تصوب. وفكر حلو من الافكار اللي بيديها لهم الكابتن طارق خيري. فاطمه ونقطتين وخطا الشخصي برميه حره اضافيه. خطا الشخصي على تمارا هيستوجب رميه حره اضافيه. ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول ثريا. ثريا بتعدي من ناحية الشمال وتصويبة ثلاثية، ثلاثية رنيم، ثلاثية رنيم الجداوي 18 الأهلي 8 الاتحاد السكندري. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق صبحي. تعالوا كده مع حضراتكم نسمع ونشوف تعليمات المديرين الفنيين ايه. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من المحيط الى الخليج. ونزل اللاعبات لارض الملعب وكرة مع الاتحاد السكندري. هنا العبسي بتسقط الكوره لمريم وبتحتسب دبل دريبل.
ليه؟ هي حاولت تصاب ولكن الكرة طلعت فوقيها ونزلت تاني وخدتها وعملت دريبل على طول الكابتن محمد سعيد زايد، احتسبها دبل دريبل. ثريا لطمارة، وطمارة بتوسع لنفسها وبتصوب تنجحش في التسجيل، تلمها فاطمة. فاطمة لمريم لهنا، وهنا بتعدي وخطأ شخصي على ثريا. خطأ شخصي من الحد الجانبي. مريم بتحاول تدور على حد تباصيله وفعلا بتباص الكره لفريده محمد اللي بتخترق وبتسجل نقطتين للاتحاد السكندري، ترفع نتيجه 8 10 18. مرال تعكس الملعب وتصويبه في سن الحلقه من تماره، تروح الكره على طول لفاطمه للعبسي، تاخدها مريم مع احمد، مريم تلعبها لمريم حسام، تروح الكره للعبسي سقطها لفاطمه، وفاطمه بتصوب في سن الحلقه من جوه، تروح على طول لثريا وهجمه سريعه مرتده ثريا وبيكو، وبتقف ثريا على كورتها وبتصوب وبتسجل نقطتين من بعد خطوه كده من الرميه الحره. 20 10 والكره مع مريم احمد للعبسي وتصويبه ثلاثيه فريده. فريدة محمد ثلاثية، 13 الاتحاد 20 الأهلي. بيكو تعكس الملعب لتمارة، وتمارة المرال، ومرال تصويبة في سن الحلقة وعلى طول على الطاير بتلم الكورة رنيم وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة 22 13. الكرة مع الاتحاد السكندري وتصويبة من مريم ما تنجحش في التسجيل، تلمها رنيم، رنيم تلعبها لبيكو، وبيكو الناحية التانية لثريا وتصويبة في سن الحلقة من جوه يا ثريا، تروح الكرة على طول لهنا، تعكس الملعب لمريم، تتقطع الكرة بيكو لمرال، ولكن تتقطع الكرة مريم تاخدها وداخل على الباسكت وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 15 22. بيكو تلعبها بره رنيم، ورنيم داخل على الباسكت وبتسجل نقطتين 24 15. فكر حضراتكم اللقاء الاول انتهى لصالح الاهلي 159. مريم احمد واوت سايد على الاهلي، بتخبط في ايد تماره وخارج الملعب اوت سايد. بتخرج بيكو، هنشوف مين نزل مكانها، نزلت رضوى محمد اوت سايد لصالح النادي الاهلي. رضوى تطلع كوره هتاخد رضوى مع رنيم لثريا، سقطها لرنيم تاني ورنيم بتصوب وبتسجل نقطتين ترفع نتيجة ل 26 15. الكرة مع الاتحاد طويلة على خط الرمية الحرة لمريم، طلع الكرة بره ترجع لها تاني لمريم لفاطمة وتصويبة بتنجح تسجيلها وتاخد خطأ الشخصي برمية حرة إضافية. هتصوب فاطمه الرمية الحره الاضافيه وتعليمات من الكابتن طارق صبحي للاعباته، تنجح التسجيل 18 26. رضوى بتعد، رضوى بتعكس الملعب ومحاوله ونقطتين بتنجح
رنيم الجداوي انها تسجل نقطتين ترفع النتيجه 28-18. تسقيطه لفاطمه مقفول عليها وبتصوب، وخطا شخصي اثناء الريباوند، يعني هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي لو مفيش اربع اخطاء شخصيه. طبعا الحد من حدود الملعب يا الجانبي يا النهائي. هنشوف كده، احنا سامعين صوت صفاره طاوله التسجيل بيقولوا في اربع اخطاء شخصيه على النادي الاهلي، يبقى رميتين حرتين. مريم هتصوب الرميه الحره الاولى، ما تنجحش في التسجيل، هتصوب الرميه الحره الثانيه. ما تنجحش في التسجيل، تروح كولا رضوى، ورضوى بتحاول توسع لنفسها، تعكس الملعب لتمارا، وتصويبه ثلاثيه ثلاثيه تمارا نادر السيد، ترفع النتيجه ل 31-18. بس حضراتكم ثلاثيه ولا اربعه؟ 31-18. تتدع الكوره وتاخدها مرال، وداخله على الباسكت، داخله على الباسكت، داخله على الباسكت، وبتصوب وبتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 33-18. رضوى لسوريا وتصويبه، ولكن بتنتهي احداث الفتره الاولى مشاهدينا الاعزاء بتقدم النادي الاهلي 33-18 للاتحاد السكندري. دقيقتين راحة ونرجع لحضراتكم مع أحداث الفترة الثانية. لحظات وهنبدا مع حضراتكم احداث الفتره الثانيه اللي انتهت احداث الفتره الاولى من مباراه الاهلي والاتحاد بتقدم الاهلي 33-18 للاتحاد السكندري. اللاعبات اخذنا التعليمات، لاعبات الاهلي من الكابتن طارق خيري، ولاعبات الاتحاد السكندري اخذنا التعليمات من الكابتن طارق صبحي. يا ترى ايه اللي هنشوفه في الفتره الثانيه؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. لعبات نزلنا ارض الملعب في انتظار كابتن محمد سعيد زايد وكابتن عبد العليم السيسي، بالفعل بداوا يتوجهوا للملعب اهو. واحنا قلنا الحيازه هتبقى لصالح الاهلي لان اللي خد كره القفز في اول مباراه الاتحاد السكندري. رضوى، رنيم لرضوى، بتعدي من ناحيه اليمين رضوى وداخله هتخترق وبتصوب وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة 33
لا هي المفروض نتيجة الفترة الأولى 33 يبقى النتيجة 35 18، إلا إذا تم تصحيح على اللوحة الرئيسية. الكرة مع الاتحاد، نادى إيهاب وتصويبة، وتروح الكرة الرضوة ليه؟ فريدة وائل، فريدة الرنين، النتيجة فوق أهي، يبقى النتيجة اللي موجودة في الملعب 31-18، يبقى حصل تصحيح من طاولة التسجيل، يبقى احنا نصحح كده برضو التصحيح بتاعنا. يبقى الفترة الأولى انتهت 29-18، وأول باسكت للأهلي في الفترة الثانية، كده رجعنا تاني تصحيح 37-18. طبعا احنا بنصحح طبقا للتصحيح في اللوحة الرئيسية. يبقى الفترة الأولى انتهت 35-18. نشكر طاقم الإخراج على المتابعة ودقة المعلومة. رمية حرة إضافية بتنجح تسجيلها يارا أسامة، 40-18. تروح الكرة لمريم، تلعبها في نص الملعب لهنا العبسي، ليمنى العبسي تاني، ما تعرفش تمسك الكرة وتخرج خارج الملعب اوت سايد. فريدة بتطلع الكرة تلعبها الرضوى، رضوى بتعدي من ناحية اليمين تلعبها الرنين لفريدة وائل، وفريدة هتحاول تخترق وتدخل، ويا سلام يا فريدة بتسقطها، ولكن رنين بتقول للكابتن محمد سعيد في دفعة، قال لها لا العبي، وفي النهاية بننفذ قرارات الحكام. وخطفية عكسية من ريم حسام، تروح الكرة للنادي الأهلي، رنين تحت الباسكت جميلة لفريدة وائل اللي بتلف على طول وتسجل نقطتين، ترفع النتيجة ل 42-18. تتضع الكرة وهجمة سريعة وداخلة فريدة وبتسجل نقطتين 44-18. يمنى تلعبها لمريم، وداخلة مريم وبتصوب وتنجح في التسجيل 20-44. الكرة اللي خدتها فريدة طارت على الكرة قطعتها وانطلقت وسجلت نقطتين. رضوى رنيم وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة لهنا العبسي، هنا بتعدي تلعبها لجودي في سن الحلقة، تروح الكرة لرضوى، رضوى عايزة تسقطها وبالفعل بتسقطها، الرنين بتسجل نقطتين وتاخد خطأ الشخصي هيستوجب رمية حرة إضافية. ستة واربعين عشرين، ورمية حرة إضافية للرنيم الجداوي. كابتن عبد العليم السيسي هيسلمها الكورة، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكورة للاتحاد السكندري، أنا العبسي وباصة طويلة تتقطع الكورة تاخدها فريدة، وتحت الباسكت لدينا عمرو على طول، كورة سهلة جميلة، بيطلع الدفاع لبره خطوة ومباصية على طول الكورة لدينا عمرو. بصوا حضراتكم اهي الدفاع طلع خطوة سجلت نقطتين ولا أروع. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق صبحي المدير الفني للاتحاد الاسكندري. نسمع التعليمات نرجع تاني للمباراة. مفيش هنا ديفنس زي بتاعت رنيم الاخيره دي، رنيم ستي، واللي جاي معاه موجهه على هنا، هنا دبل تيم،
حد هنا يحط ليا وما حدش ماسك حد. انتهى الوقت المستقطع واللاعبات في طريق الارض الملعب. الكره لصالح الاتحاد السكندري. ريما طلع الكره يلعبها لفريده. فريده اليمنى، اليمنى بتعدي ناحيه اليمين لمريم، ليمنى تاني مقفول عليها، بتسقط الكرة تطلع بره وتصويبة سن الحلقة يلمها دفاعات الأهلي. رضوى وتصويبة بعيدة عن الحلقة وخطافية عكسية من يارا ولكن ما تنجحش في التسجيل. دينا بتقول أنا ما لمستش الكورة. نجوم النادي الاهلي كابتن الجرحي وكوره مع الاتحاد السكندري. تتقطع الكوره وهجمه مرتده سريعه وتحت الباسكت ودخول على الباسكت ونقطتين بتنجح تسجيلهم. دينا عمرو كابتن فريق النادي الاهلي 50-20. وكوره مع مريم. مريم بتحاول تعدي تلعبها بره لفريده، تتقطع الكوره ودخول على الباسكت من فريده، فريده وائل وتسجل فريده وائل 52-20. الكوره مع الاتحاد يمنى، تطلع الكوره بره لمريم ومريم بتحاول توسع لنفسها، تلعبها لمريم حسام اللي بتصوب قصيره لما يرى لرضوى، ورضوى على طول لجيدة عكسية خطافية بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 54-20. تتقطع كورة رضوى وباصة طويلة لجيدة واحتسب ايه؟ احتسب مخالفة المشي بالكرة. بص بص حضراتكم استلمت خطوة التانية. صح، هي خدت الخطوة التانية صح وبعدين قفزت على رجليها اتنين بعدين نطت اتحركت التاني برجليها الاتنين. الكرة مع فريدة بتصوب فريده وبتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 22-56 وتاخد خطا شخصي برميه حره اضافيه. هتصوب الرميه الحره الاضافيه بتنجح تسجيلها فريده محمد 21-56. الكرة مع رضوى. وتحت الباسكت وخطافية عكسية من يارا أسامة اللي بتنجح انها تسجل نقطتين ترفع النتيجة 58-20. هي اللي هنحتاج نبص على اللوحة الرئيسية في الملعب. هجمة سريعة وتصويبة من فريدة ثلاثية ثلاثية فريدة وائل. ثمانية وخمسين عشرين.
وريم حسام لفريده محمد، ترجع لها تاني الكوره وبينجح دفاع الاهلي يوقف هجمه الاتحاد السكندري وبيستنفذ 24 ثانيه بدون فاعليه على الباسكت. طبعا المباراه مش محتاجه نتكلم، ودايما بنقول الاداء في الملعب هو اللي بيعلي معاه الريتم بتاعنا، وبنبقى عاليين مع الاداء اللي في الملعب حسب الاداء اللي في الملعب، الاداء اللي في الملعب هو اللي بيتحكم في اداء كل اللي بيتفرج على المباراه. وتصويبه وتلم يارا على طول سجل نقطتين ترفع النتيجه 61-23. هنا تلعب ناحيه الشمال، ترجع الكره ثاني لهنا، تنزل في العمق تلعبها لفريده، وباصه طويله من فريده خارج الملعب اوتسايد. اوتسايد لصالح النادي الاهلي، والكره مع جايده تلعبها لدينا، وتصويبه من يارا قصيره، تروح الكره لريم للعبسي، هنا طلعها بره الريم، وتصويبه ثلاثيه ليمنى صبحي 26-61. والكره مع رضوى، وتصويبه سن الحلقه تنجحش في التسجيل، فريده تروح الكره للاتحاد السكندري، وهجمة جميلة ولكن ما بتنجحش في التسجيل. ريم حسام بتخطف الكرة تاني وبتلعبها خطافية عكسية، طالما خبطت في حامل اللوحة على طول اوت سايد على الفرقة اللي خبطت منها الكرة على الاتحاد اسكندرية. فريدة الرضوى، فريدة دينا، وتصويبة تدخل الحلقة وتخرج، تروح الكرة ريم حسام وتقطع الكرة على طول رضوى، ودخل رضوى، ويا سلام يا رضوى. ثلاثة وستين ستة وعشرين. هنا العبسي ما فيهاش حاجة لأن طبعا دينا اللي مرجعاها، تروح الكرة لهنا وخطأ الشخصي من الحد الجانبي. الإعادة بتاعت رضوى، ثلاثة وستين ستة وعشرين. شكرا طاقم الإخراج النهاردة والتميز الدائم لأطقم إخراج النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي. ودخول على الباسكت وبتصوب بعيد، وخطأ شخصي لصالح يمنى صبحي هيستوجب رميتين حرتين. كابتن طارق صبحي كان من نجوم الاتحاد السكندري في جيله الذهبي، ومعاه كابتن خالد عبد الفتاح المدير الاداري للفريق. بتصوب الرميه الحره الاولى بتنجح في تسجيلها. وبتنجح في تسجيل رمية الحرة الثانية. رضوى دينا تلعبها الفريدة، والجيدة بتصوب ما تنجحش في التسجيل، تروح كرة للاتحاد. هنا العبسي كانت عايزة تقطع الكرة ولكن تروح للاتحاد، وتصويبة في سن الحلقة تاخدها فريدة، وفريده تلعبها طويله وبتوسع لنفسها دينا، ولكن تطلع كره بره الجيده اللي بتصوب في سن الحلقه. ويا سلام يا دينا على الطاير كده على طول، وبتعمل دبل جامب وبتسجل نقطتين 65-27. العبسي
لريم حسام. طلعها بره وتصويبه بتنجح تسجيلها ندى ايهاب. وبتنتهي احداث الفتره الثانيه بتقدم الاهلي 65-29. ده اللي قدامنا كده على الشاشه 65-29. هل هي فعلا انطلاق صفاره؟ بالفعل انطلقت الصفاره، بس انا شايف الحكام لسه في الملعب. لا كده خلاص، طالما بيقوموا يبقى استراحه قصيره على امل ان اعود لحضراتكم مع احداث الفتره الثالثه، فانتظرونا الثالثه والرابعه. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الاعزاء عشاق كرة السلة في كل مكان، مرة أخرى دكتور وائل أبو العزم يحييكم من صالة الشهداء لنقل أحداث الشوط الثاني بفترتي الثالثة والرابعة بين الأهلي والاتحاد السكندري. انتهى أحداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 35-18، الفترة الثانية تقدم الأهلي 65-30. الأهلي في الشوط الثاني هيكون على يسار حضراتكم والاتحاد على يمين حضراتكم. سريعا كده افكر حضراتكم بتشكيل الفريقين. الاهلي بيمثلوا مرال اشرف، فاطمه محمد ميسي، ثريا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، تمارا نادر السيد، حبيبه محمد بيكو، يارا اسامه، جايده خالد، حبيبه ضياء الدين. اما الاتحاد بيمثلوا هنا العبسي، ريم حسام، مريم حسام، ندى ايهاب، يمنى صبحي، جودي محمد، فريده محمد، مريم احمد، ايه حسن، فاطمه محمد. يحكم لقاء اليوم الكباتن محمد سعيد زايد والكابتن عبد العليم السيسي. على الطاولة رويدة زيات، محمد أسامة، عبد الرحمن جاد الرب، حبيبة هيثم. الكورة مع النادي الأهلي، جايدة لثريا، بتعكس الملعب لرضوى، ورضوى لثريا ومرتاحة وبتفكر، ولكن دخلت جوه وبتصوب من خط الرمية الحرة بتسجل بنقطتين. فريدة محمد الاتحاد السكندري تلعب، ريم حسام، مريم حسام، وتصويبه ثلاثيه ثلاثيه بتسجلها آية حسن للاتحاد السكندري، ترفع النتيجه 33-67. جيده هات وخد، وجيده داخله. يا سلام يا جيده، يا سلام يا جايدة، هات وخد جميلة قوي ما بين جايدة وحبيبة ضياء الدين. حبيبة 18 سنة، مصعدة الكابتن طارق خيري، وفاطمة ميسي برضو مصعدة الكابتن طارق من 18 سنة. بتسجل جايدة الرمية الحرة الأولى، وبتسجل الرمية الحرة الثانية. مريم حسام بتحاول تخترق، تقف على كورتها، تلعبها لريم حسام، وريم تسقط الكوره لفاطمه، فاطمه تطلع الكوره بره تاني، هات وخد، وفاطمه ومحاوله وفي سن الحلقه، تاخدها رضوى وهجمه سريعه وداخله رضوى، تقف على كورتها، ثريا عايزه الكوره ولكن فعلا بتروح لها الكرة، ولكن كانت خلاص اتقفل عليها، كانت عايزة تصوب من هناك. مرال أشرف لجايدة وحبيبة، بعيدة يا حبيبة قصيرة، لسه طبعا هتكتسب خبرات. والكرة مع فريدة محمد، وتصويبة في سن الحلقة، تاخدها رضوى، رضوى بتعدي نص الملعب، رضوى تقف على كورتها وبتشاور كده عشان تاخد مكانها ميرال، تعكس الملعب لجايده لرضوى تاني، تسقط الكوره لميرال، وفضل 4 ثواني وبتنجح انها تسجل نقطتين 71-33. مريم حسام كابتن الاتحاد الاسكندري تلعبها لفريده محمد،
لمريم تاني، سقطها لفاطمة وبتنجح بخبرة كده تاخد خطأ شخصي من حبيبة ضياء الدين. خطأ شخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. هتطلع كرة فريدة تلعبها مرتدة في الزحمة، ولكن خطأ الشخصي بيحتسبه الكابتن عبد العليم السيسي. خطأ شخصي على جيدة هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. في تغيير بيجهز في النادي الأهلي، بتنزل تمارا نادر السيد وبتخرج جيدة. آية لفاطمة، وفاطمة بتوسع لنفسها وبتصوب، ما بتنجحش في التسجيل. تلم الكرة رضوى، ورضوى على شمالها ثريا، وفعلا بتلعبها لثريا ولكن بعيدة شوية خارج الملعب. أوت سايد لصالح الاتحاد الاسكندري. ريم حسام لفريدة تعمل لها ستار فاطمة، وفاطمة بتوسع لنفسها وتلف وبتصوب في سن الحلقة. تلم الكرة مريم تطلعها بره لفريدة محمد اللي بتصوب في سن الحلقة، تلمها فاطمة وبتصوب وبتسجل نقطتين 35-71. رضوى تلعبها المرال، مرال لثريا، لمرال تاني، ومرال بتموه وداخله لثريا، وتصويبه في سن الحلقه، في سن الحلقه يا ثريا. اوت سايد لصالح الاتحاد، كره مع فريده بتشاور برقم الخطة، مش بتقول لهم لا، بتشاور برقم الخطة. آية لريم حسام، وتصويبة ثلاثية، ثلاثية آية حسن، ثلاثية جميلة من آية. عناصر الاتحاد السكندري مع فرق الخبرة، ولكن في عناصر واعدة. بنحيي الكابتن طارق صبحي على الفريق، في عناصر واعده برغم ان الفرق السكور الكبير، ولكن اعتقد المستقبل هيبقى للفرقه دي مع التدعيمات هيبقى لها شأن في الدوري. 74-38 وثريا ثلاثيه ثريا، ومرال لتمارا، تمارا تطلع بره الرضوى ولكن بعيده قوي عليها خارج الملعب. اوت سايد 74-40 فريده محمد بتعدي فريده نص الملعب، تلعب ناحية الشمال وتصويبة بعيد عن الحلقة من ريم حسام خارج الملعب. اوت سايد رضوى بتشاور برقم الخطة لثريا، تلعبها يا سلام على الباصة جميلة جميلة من تمارا لحبيبة ضياء، ولكن ما بتكملش كده، لفت ايديها بتخبط في سن الحلقة وتنزل تاني. يعني كانت عايزه تكمل لفه ايديها وهي بتصوب، كانت هتسجل النقطتين. فريده محمد، مريم في سن الحلقه تلمها على طول ثريا، وثريا بتعدي تلعبها لمرال، وداخله مرال، ويا سلام يا مرال موهت بجسمها كده ووسعت لنفسها وطلعت صوبت على طول سجلت نقطتين. 76-40 ريم، وتصويبه ثلاثيه من مريم حسام.
بص حضراتكم كده مرال، بس وسعت لنفسها ازاي وموهت، راحوا مع ايديها هناك ناحيه الشمال وطلعت على الباسكت سجلت نقطتين. ثريا وتصويبه في سن الحلقه من ثريا، تروح الكره على طول لفريده محمد، فريده تلعبها ريم حسام، تعكس الملعب لمريم وتصويبه ثلاثيه ثلاثيه ايه حسن، رضوى 43، شايف السكور نزل تاني، يبقى برضه نراجعه مع الشاشة أكيد، طاقم الإخراج بيراجع مع الشاشة الرئيسية على طول. خطأ الشخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. بتخرج ريم حسام من الاتحاد ونقطتين، وبتنزل مريم ونزلت يارا في الاهلي ونزل بيكو. وتصويبه يا سلام يا تمارا، تمارا نادر السيد، ثلاثية تمارا نادر السيد 79-48. طبعا بنوضح للسادة المشاهدين ان التصحيح اللي بيتم عندنا ده بناء على التصحيح اللي بيتم في الملعب، ليه احيانا الحكم يجي يدوس بوينت او اتنين او كده يدوس بزيادة، طبعا احنا الكاميرا بتبقى جايباها في الاستوديو، فعلى طول الطاقم الفني عندنا بيسجل السكور فهو بيصحح طبقا للي موجود في الملعب. خطأ شخصي لصالح يارا، باسكت نقطتين ورمية حرة إضافية، تنجح في التسجيل كده المفروض 82-50. فريدة محمد لمريم حسام، مريم لفريدة، وفريدة داخلة وبتصوب متنجحش في التسجيل وبتطلع على الكرة مريم أحمد وتطلع كرة خارج الملعب أوت سايد لصالح النادي الأهلي. بيكو بتوسع لنفسها، بيكو تضع منها الكرة تروح للاتحاد تاخدها على طول فريدة، وتصويبة في سن الحلقة تلم الكرة فاطمة ومحاولة على الباسكت تلمها يارا، يارا لثريا تلعب على طول لمرال وداخلة مرال 1-3 يا مرال، تقطع الكرة تاخدها مرال وخد طفية، يا سلام يا مرال يا سلام يا مرال. 84-50 مريم احمد تلعبها لفاطمه، وفاطمه بتحاول توسع لنفسها وخطا شخصي على يارا هيستوجب رميتين حرتين. بص حضراتكم لعبه جميله، اول خطافيه العكسيه دي هتصوب الرميه الحره الاولى فاطمه ما تنجحش في التسجيل، وبتنجح في تسجيل رمية الحرة الثانية 51 الاتحاد 84 الأهلي. بيكو لتمارا وتصويبة ثلاثية ثلاثية تمارا، تمارا نادر السيد، يا سلام عليك يا تمارا، ما شاء الله عليك يا تمارا. ثلاثية ولا أروع يا تمارا، 87-51، الحاجات اللي بتعجب الجماهير الثلاثيات دي. وتصويبة بترد عليها مريم ولكن في سن الحلقة
تروح الكره المرال لسوريا، ويلا يا سوريا، يلا يا سوريا، يا سلام يا سوريا، يا سلام يا سوريا. الثلاثيه الثالثه لسوريا، 90 الاهلي، 51 الاتحاد السكندري، ودقيقتين وهنرجع لحضراتكم مع احداث الفتره الرابعه. لحظات وهنبدا مع حضراتكم احداث الفتره الرابعه والاخيره من مباراه الاهلي والاتحاد السكندري اللي تقدم فيها الاهلي حتى الان 90-51 للاتحاد السكندري. كابتن نادر السيد بيتابع طبعا تمارا وبيكو مع الكوره ليه تمارا تعكس الملعب ودخول على الباسكت واوت سايد لصالح كابتن عبد العليم، بيقول لصالح الاهلي ومستني الهلب من الكابتن محمد سعيد زايد، ولكن تقريبا اكد له المساعده ان فعلا لصالح النادي الاهلي. بيكو بيطلع الكوره ليارا، ليه فاطمه ميسي لتمارا لميسي، وتصويبه في سن الحلقه، ترجع الكرة تاني لتمارا وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة على طول للاتحاد السكندري، والاهلي بيلعب مان ضغط من اول الملعب. هل عدت قبل 8 ثواني ولا خطأ شخصي؟ هنشوف كده مع حضراتكم كده اشارة الحكام ايه. هو غالبا كده مخالفة الثمان ثواني. عارفين ان الفرقه لازم تطلع من نص الملعب بتاعها في خلال 8 ثواني. يا سلام يا تمارا، يا سلام يا تمارا، يا تمارا كلك شطاره يا تمارا. الثلاثيه الرابعه لتمارا، بصوا حضراتكم ٩٩-51 وخطا شخصي لصالح الاتحاد السكندري. الكرة مع مريم وباك زون، ارجع الكرة للمنطقة الدفاعية. في الحالة دي هيبقى زمن الهجمة للأهلي 14 ثانية. دينا لبيكو، بيكو عايزة تعدي وبتعدي، بتفتح نفسها وتعدي وتوسع. يا سلام يا بيكو، وخطأ الشخصي على يارا. هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. ده يلعب من الجانب الكابتن عبد العليم، وبرضه الاهلي بيلعب مان، عايز يقفل الثمان ثواني قدام فضل الله ثانيتين.
بتعدي قبل الثمان ثواني، تروح الكرة لمريم، وخطأ شخصي على ميسي. فاطمة محمد الشهيرة بميسي، فريدة بتلف فريدة وداخلة وطالعة وبتصوب، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة على طول النادي الأهلي. دينا لتمارة ليارا لدينا التانية، سلام على الجملة الجميلة، ولكن بتدخل الحلقة وتخرج. تروح الكرة لمريم أحمد، مريم مقفول عليها، تلعبها بره لفريدة اللي بتصوب ثلاثية فريدة، ثلاثية فريدة. بقول لحضراتكم فريق الاتحاد السكندري رغم فارق السكور الكبير ولكن في لاعبات وعيدات، فبنحيي الكابتن طارق صبحي على أداء اللاعبات وبنقول له يعني استمر لسه مع التدعيم مع المباريات، هتزداد الفرق قوة وده كله في صالح الدوري المصري. طبعا في النهاية طبعا احنا بنتمنى الفوز طبعا للأحمر، ده طبيعي، ولكن في النهاية بنتمنى قوة الدوري المصري انه بيعود على المنتخب القومي زي ما دايما بنتمنى للحكام التوفيق. كابتن وائل ابراهيم وكابتن سارة جمال تم اختيارهم للتحكيم في اولمبياد باريس. يا سلام على الباصه الجميله، باصه ونقطتين لدينا، تم اختيارهم لاولمبياد باريس 2024، وكل النجاحات اللي بتتم سواء من اللعيبه او الحكام فهو باسم مصر في النهايه. مريم وطلع الكوره دينا خارج الملعب اوت سايد، بص ولا اروع وتسجيله ولا اروع، ومحاوله من الاتحاد السكندري ونقطتين بتسجلهم فاطمه محمد. هل يا ترى هنوصل لنفس سكور المباراه الاولى؟ المباراه الاولى انتهت بفوز الاهلي في الدور الاول 159. الاهلي حاليا في المركز الثاني والاتحاد السكندري في المركز السادس. طبعا احنا عارفين ان اللي في المركز السابع والثامن في نهاية الدور هيلاعب اللي في المركز التاسع والعاشر بنظام البلاي اوف، واللي هيفوز هو اللي هياخد مكانه في السابع والثامن. بعد كده نلعب بقى الاول مع الثامن، الثاني مع السابع، الثالث مع السادس، الرابع مع الخامس، وهكذا. يارا بتخرج وبتنزل بيكو، لا بتنزل جيدة، بيكو كانت في الملعب، بتنزل جيدة، هي سلمت عليها وهي خارجة، والأهلي بيقفل على الاتحاد وفعلا 8 ثواني. شايف الكابتن ماجد سلامة هناك بيرفع ايده كده للحكام بيقول لهم 8 ثواني. كابتن ماجد سلامة من المدربين المتميزين، وأيضا كان حكم متميز في منطقة القاهرة لكرة السلة. وكرة مع بيكو ودخول على الباسكت ومحاولة ويلمها وتلمها يارا، وكده يارا لسه جوه الملعب، يبقى هو كابتن طارق ما غيرش يارا، كان بيستدعيها يديها تعليمات ورجعها تاني. فريدة محمد تروح الكرة لمريم، مريم ليمنى، ويا سلام بتشيلها يارا من فوقيها خارج الملعب اوت سايد. بس هي داخلة ازاي اهي، بتعمل لها بلوك على الكرة، جميل جدا، خارج الملعب اوت سايد. تصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة للنادي الاهلي، جيدة جيدة تلعبها لدينا، لبيكو وتصويبة، يا سلام يا بيكو،
بيكوا كمان بتقول انا هو عضو في نادي الثلاثيات، مش لوحديكم بتجيبوا ثلاثيات، لا انا كمان بجيب ثلاثيات. 104 56 ودخول على الباسكت، وفاطمة بتحاول، ودينا وداخلة دينا، داخلة دينا، ويا سلام يا دينا. 106 56 وتحت الباسكت لفاطمة، بتوسع لنفسها وخد طفية وبتسجل نقطتين. 58 106 بيكو. دينا والزون مفتوح، يا ترى هتحاول تعدي؟ لا، عكست الملعب الناحية التانية لجايدة، وداخلة جايدة وبتحاول تلمها يارا، وبتسجل نقطتين. 108 58 وقت، لا مفيش وقت مستقطع، في تغيير ان هو وقف الكوره او وقف الملعب، فالملعب وقف ليه هنا؟ عشان كان فيه لاعيبه بتربط الرباط، فمن حق اي لاعب يغير في التوقيت ده. مريم احمد، فاضل 3 ثواني وخطا شخصي، 3 ثواني على 8 ثواني، ولكن خطا شخصي على جايده. جايدة فريدة محمد، وباصة طويلة ليمنى، ولكن تروح الكرة للأهلي وتخبط فيها وترجع لها تاني لميسي. جايدة لدينا، وتصويبة من دينا في سن الحلقة، وتروح الكرة للاتحاد السكندري، تاخدها مريم، ومريم معاها كرة، وداخلة مريم، داخلة مريم، داخلة مريم، وخطأ شخصي على ميسي لصالح مريم. رميتين حرتين. هتصوب مريم الرمية الحرة الأولى، ما تنجحش في التسجيل. هتصوب الرمية الحرة الثانية، ما تنجحش في تسجيلها، تروح الكرة على طول لبيكو، وبيكو تلعبها ناحية اليمين، وتصويبة من تمارة في سن الحلقة، محاولة للسيطرة على الكرة، ولكن خطأ الشخصي على بيكو. خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين، لأن الأهلي ارتكب أكثر من 4 أخطاء شخصية. هتصوب الرمية الحرة الأولى نادي إيهاب، تنجح تسجيلها. 59-108 كابتن طارق صبحي، والتفكير العميق من أحد نجوم آخر جيل لعب أولمبيات. بيكو لدينا، وتصويبة في سن الحلقة من جوه، تلمها ميسي، ومحاولة على الباسكت، تروح الكرة للاتحاد، مريم، وداخلة مريم، وتلعبها ناحية اليمين، ما تنجحش في تسجيلها يمنى، وخطأ الشخصي على الاتحاد اسكندري، خطأ الشخصي على ندى إيهاب، هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي. بتلم الكرة وهي طالعة عليها، فعلا حصل احتكاك جسدي من ندى إيهاب، خطأ شخصي، وكرة مع النادي الأهلي. بيكو تلعبها الجايدة، دي بيكو تاني، سقط الكرة، وتصويبة من حبيبة ضياء، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لاتحاد اسكندري، فريدة محمد، فريدة في نص الملعب، تلعبها لمريم،
ومريم بتوسع لنفسها، تطلع الكره بره وتصويبه بتنجح في تسجيل نقطتين. ندى ايهاب 61 108 جيده، ومحاوله على الباسكت تروح الكره للاتحاد، وخطا الشخصي على حبيبه ضياء الدين. طبعا الكابتن طارق بيدفع باللاعبات الصاعدات والناشئات من تحت 18 سنه عشان يبتدوا يتجرأوا مع الدرجه الاولى، وواحده واحده يبقى لهم مكان في الفريق. وده فكر طبعا فني راقي، ان بيبقى جاهز على طول بالبدلاء في حال الاستعان بيهم في المباراه القويه، لان خلاص اتدربوا بقى واحتكوا في المباراه اللي هي ايه بيبقى فيها فرق سكور. حبيبة لبيكو، لحبيبة بيكو تاني لدينا، وتصويبة قصيرة خارج الملعب اوتسايد. في تغيير، وكرة مع الاتحاد تاخدها فريدة وتتقطع منها، ولكن تروح على طول لمريم، تتقطع تاني تاخدها بيكو، وداخلة بيكو تعكس بره، ودخول على الباسكت من دينا، ولكن تروح للاتحاد اسكندري وبتهدي ملعبها فريدة، تلعبها لمريم وتصويبة في سن الحلقة من مريم أحمد، تروح الكرة للنادي الأهلي وتمارا، وداخلة تمارا خطة فيا بتسجل نقطتين 110-61. الكرة مع الاتحاد فريدة، وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. لا لا ده انا قلت المجد عايز اجرب حاجة في اخر الماتش، قال لي براحتك. هتصوب فريدة الرمية الحرة الأولى، تنجح في التسجيل 62-110. كرة مع بيكو، بيكو الزون مفتوح، طلع الكرة بره وتصويبة من تمارا في سن الحلقة، تروح الكرة للاتحاد على طول فريدة، وفي صفارة تقريبا من ملعب الطايرة، وكرة مع تمارا تروح على طول لميسي، ومحاولة على الباسكت مريم حسام، وتصويبة خارج الملعب اوتسايد. تمارا بتطلع الكرة لبيكو، واللاعبات بتكتفي، وبكده بيفوز الاهلي 110-64. مبروك النادي الاهلي، شكرا لحضراتكم، وكان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم.